كويس. انا صراحه ما بغيت اتكلم في هذا المقترح، بس صراحه استفزني جدا جدا رد الهيئه، وزاره العمل والمجلس الاعلى للصحه، وايضا الأسوأ سوق العمل. انا ما تقول لك متطبق على الارض فعليا ان 20% من المؤسسات الصحيه الخاصه فيها 20% بحرينيه. هل مع الرئيس هذا يعتبر كذب على مجلس النواب وعلى الشعب؟ صراحه كذب. شو تسمي؟ كلنا زرنا القطاعات الصحيه الخاصه، مستشفيات ما في بحرنا حتى 0%. شلون يقولون 20%؟ شلون اللجنه تقبل على نفسها ان هذا الرد يعني ما يناقشون فيه؟ ثانيا المجلس الاعلى للصحه يقول يعني العمليه تحتاج الى تدريب ولا ما شلون وخبره. من هو تشيك على خبرات الاجانب اليوم العاملين في المستشفيات الخاصه في البحرين؟ ولا شهاداتهم مع الرئيس. خلوه، ارحموا هالناس، ارحموا شعب البحرين صراحه، لان هذه الامور تزيد الضغط. احنا مو قاصرنا ضغط مع الرئيس. وزاره العمل بدل ما تصحح يعني بموقعها على الاقل تقول كلام فيه خير، وتقولون احنا نتجنى على وزاره العمل، ما ادري ليش. وزاره العمل شو يقول وزير العمل؟ هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بتوظيف الاطباء واطباء الاسنان بسبب معايير التاهيل والتدريب والتخصص في مجال الطب. يا اخي دربوهم. انت تقول عندك تدريب وعندك معاهد تدريب تصرف عليها ملايين، وين الصعوبات اللي عندك؟ ايش قاعد تسوي انت؟ التعديل المقترح على فرض نسبه بحرين تبلغ 50%، وزاره العمل، ها، في المنشات الصحيه، هذا يتطلب دراسه تفصيليه عن مدى توافر الكوادر البحريه المتخصصه. يا اخي احنا ما قلنا لك طبقه باشر، روح ادرس وسوي اللي تبغيه وطبق، بس اشتغل. انت عندك اكبر مبنى وزاره في العالم، ايش قاعد تسوي؟ انا ابي اسمع من الحكومه اللي قاعده ما تتكلم صراحه. شيء يثير يعني الضحك والقهر والضغط، لان ذبحونا ذلين صراحه. شوي على صحتك. انا مو مهم صحتي، بس الناس ماتت. هيئه تنظيم سوق العمل تقول 20% مع الرئيس. برجع لهالنقطة، ليش 20%؟ شلون تقولون 20%؟ خلنا اليوم نستعرض كافة المؤسسات الخاصة في البحرين، والله العظيم بما فيها السلمانية، بما فيها السلمانية، البحرينيين في السلمانية في تناقص، يمكن البحرينيين صاروا الآن 20% والأجانب الأزيد. شلون تتكلم لي تبغينا أعدد لك أسماء المستشفيات؟ مو مستعد أعرضهم الحين. كل المستشفيات بدون استثناء بما فيهم مستشفى قوة الدفاع ومستشفى محمد للقلب كلهم أجانب، والمستشفيات الخاصة اللي اليوم احنا نقول تشجيع السياحة العلاجية، أي سياحة علاجية؟ احنا اليوم قاعدين نسوي خدمة لسفراء الهند وبنغلاديش وكمبالا وما أدري وين على حساب مواطنينا، نشغل اطباء ما عندهم شهادات. الكويت اكتشفت ان في تزوير وفي تلويص وفي عمليات جراحيه غير يعني صحيحه، وفي اطباء من مصر وغير مصر قاعدين يتلاعبون في الـ في الـ في الناس. احنا ما حد يشيك وتقول لي 20%؟ هذول بصراحه مع الرئيس انا اطلب منك شخصيا ان هذولين يحضرون هني سوق العمل. اذا هي مو قادره تدير سوق العمل خلها تجي هني بنواجهها بحقيقه وتراوينا الارقام. انا ما اقبل واحد يضحك علي ولا يضحك على شعب البحرين.